وبعد خروج المنتخب الجزائري مثل ما قلنا اكو من تشمت واكو من حزن على خروج حامل اللقب، فالناس يعني ناس العاديين او خلينا نقول المشجعين والجماهير ممكن عادي يعبرون عن ارائهم مثل ما يريدون، لكن طبعا اكو حدود. لكن انه تطلع مذيعه او مذيع او مراسل او مقدم برامج، ومو بس طبعا بالرياضه، بايش اي موضوع كان، كان يكون سياسه او اي برنامج، انه المذيع او المراسل لازم يكون حيادي. هذا الشيء انه احد يتحيز او ينطي رايه يعني بشغله معينه هذا غير مقبول. فمثلا اكو صحفيه مغربيه اسمها فاطمة الزهراء رجمي، وحسب ما يقولون المغاربة أنه هي أصلاً منبوذة عندهم بالمغرب، يعني ما حد يحبها. فطلعت بمقطع فيديو وهي تشمت بالمنتخب الجزائري بعد خسارته أمام كوت ديفوار، فقاموا نشطاء مغاربة بمهاجمة حمالة الحطب مثل ما يسموها، فانتشرت صور أنها متعرضة للضرب، وضجت مختلف الصفحات بالتعليقات الساخرة من حمالة الحطب اللي جزم الكثيرين بأنها مريضة نفسيا ومعقدة، وأنه هي تريد تظهر أو تصير مثل خلينا نقول ترند على حساب الجزائريين، فاللي حط يمها صورة تشاكي واللي سوى رسمة كاريكاتير عليها، والكثير من التغريدات والتعليقات اللي صارت على هذه الصحفية. وإذا كانت كرة القدم من بين عوامل تهدئة الأجواء بين الدول وخصوصا في العالم العربي، فمثل ما شفنا احنا مثلا بطولة كأس العرب الماضية ظهرت بها روح رياضية متميزة بين كل المنتخبات العربية وأيضا منتخبي الجزائر والمغرب، لكن هذه الروح غابت تماما في هذه النسخة من أمم أفريقيا، وظهرت تعليقات لا تخلو من اتهامات متبادلة. الأمور اتفاقمت بعد الحديث عن كلمات نابية، قيل أنه الإعلامي الجزائري البارز حفيظ دراجي وجهها للمغرب وللسيدات المغربيات خلال حوار على إحدى منصات التواصل الاجتماعي مع سيدة مغربية. لكن دراجي اللي تابع حسابه أكثر من 2 مليون شخص على تويتر نفى أنه تكون هاي الكلمات قد صدرت من عنده، على الرغم من أنه السيدة اللي ادعت حدوث هذه الواقعة نشرت لاحقا على حسابها فيديو يوثق الحوار اللي دار بينهم بالتفصيل. طبعا هذه الواقعة مثل ما نقول صبت الزيت على النار، وطالب عدد كبير من المغردين المغاربة بملاحقة الدراجي قضائيا ومعاقبته على إهانته المزعومة لسيدات المغرب، بل أنه مغردين جزائريين انتقدوا ما نسب إلى حفيظ دراجي وطالبوا الشعب المغربي بأنه ما يأخذون كلام شخص واحد على أنه توجه عام لشعب بأكمله.